المتطوعين هم كلمة السر في الاحتفالية الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي كتف بكتف اللي شفناها امبارح في استاد القاهرة. العمل التطوعي له ناسه، ناس لازم تبقى حابة هذا العمل، عمل الخير، وبتتطوع مش بس بالمجهود، بالمجهود وبالوقت وأحيانا كمان بالأموال في سبيل إن هي تحقق هذا الهدف. معايا النهاردة 4 من المتطوعين، طبعا هم عددهم كبير جدا جدا، لكن احنا حاولنا يكون في يعني ممثل عن مجموعة من الجمعيات اللي كانت مشاركة في التحالف بالأمس. برحب بالأستاذ عادل عبد الفتاح متطوع بجمعية رسالة، أهلا بحضرتك. الأستاذة مروة صلاح زكي متطوعة في مؤسسة بنك الطعام، أهلا بحضرتك. المهندس عبد الرحمن حبت متطوع ومدير المشروعات في مؤسسة صنع الحياة، أهلا بحضرتك. والأستاذة شروق أبو ريا متطوعة في مؤسسة حياة كريمة، أهلا بحضرتك. ما نمتوش بقالكوا قد إيه؟ 7 أيام بس. 7 أيام هنا كان في 5 تقريبا، 5 أيام، 7 أيام من العمل المتواصل بالظبط. كنا بنجهز للايفنت وكنا بنروح من الاستاد متاخر، والايفنت كبير وان عدد المتطوعين ده وبحضور سياده الرئيس، فكان الموضوع صعب، وتجهيز اليوم كله ال 6 مليون كرتونه، لان يعني احنا من الاسبوع اللي قبله الجمعه اللي قبليها كنا بنعبي وفي كل محافظات مصر، فكان الموضوع صعب. من ساعه ما بداتوا بقى خلاص عرفتوا انه في حدث بهذا الشكل ومطلوب منكم 4 مليون وبعدين 6 مليون كرتونه، بقى لكم كام يوم تقريبا او فتره قد ايه بتشتغلوا؟ اسبوع بالظبط، يعني اسبوع بالظبط هو الضغط فيه. احنا بدانا الموضوع قبل الجمعه اللي فاتت ب10 ايام، التحالف كلمنا رحنا قعدنا معاهم اتفقنا حلم ال 4 مليون كرتونه هتشتغل وهنعمل يلا بينا جاهزين، رجعنا جمعنا متطوعين حمسناهم يلا بينا ناخد الخطوه. بعد كده قالوا طب هنعمل يوم الجمعه، مش بتاعت امبارح لا اللي قبليها، هنعمل كده ونعبي في المحافظات كلها. اشتغلنا والموضوع اشتغل كويس جدا، ده هنعمل حاجه كبيره في الاستاد والرئيس جاي. الموضوع بدا يكبر وال 4 مليون بدا يزيدوا شويه، نص مليون نص مليون مليون، فكل المؤسسات شاركت، كل رجال الاعمال، فالموضوع كبير جدا. فكره بقى المشاركه وفكره انه المعلومات تتبادلوها ما بين يعني صنع الحياه، حياه كريمه، بنك الطعام وغيره وغيره من المؤسسات كتير اللي كانت مشتركه، ده سهل عليكم القصه او بقيتوا توصلوا لناس ما كنتوش توصلوا؟ عمل منظومه اللي هي الممنوعه الازدواجيه، ان كل منطقه يعني كل مؤسسه ليها مكانها، ده بتشتغل على حته ديت وانا بشتغل على دي وده بيشتغل على دوت، ففي الاخر بنجمع في الاخر منظومه ناجحه زي ما سياده الرئيس كان امر ان كله يكون تحالف مع بعضه وكله يبقى كتف في كتف. فعلا بنك الطعام شغال بقاله اكتر من يعني بقاله اكتر من فتره، الكراتين دي كده كده اساسا طبيعيه كل شهر بتطلع من بنك الطعام، ده شيء اساسي عندها، غير التغذيه المدارس، ان انا تطوعي في تغذيه المدارس، غير ان في اللي هو المطبخ الام اللي هو مثلا بيطلع مثلا وجبات بيوزعوها، فده ضغط علينا اكتر غير الكراتين. يعني مثلا ممكن مؤسسه غيرنا تخصص كراتين، لا ده احنا في تغذيه عاليه كبيره جدا وفي وجبات بتطلع وفي مدارس شغاله، فده كان بجنب كمان شغلكم الاساسي، غير الشغل الاساسي، فده كان مش لازم يعطل يعني كله بيمشي مع بعض، لا كله شغال، كله كان مضغوط. انا كان في ناس ما عندنا في الشغل متهيألي شبه ما بيروحوش، بيتبادلوا مع بعض، ان بسبب انت عندك كذا حاجه بتطلعيها، انتوا بتشتغلوا، بس عايزين نقول ان كل المجهود ده متطوعين 100%، مفيش اي مقابل باي شكل من الاشكال، ده حاجه انتوا يعني حابينها. وحضرتك شفت الاستاد امبارح كله متطوعين رساله، كل دول متطوعين 100% وجايين وحابين رساله وصناع وكل المؤسسات، بس كل دول متطوعين حابين. يعني لما رحنا رساله وقعدنا اتكلمنا مع الشباب هنعمل 1 2 3 وهنعبي وهنروح، هم متعودين على ده، احنا يعني موسم عندنا في رساله رمضان طبعا التعبئه. بس احنا المره دي الموضوع كبير، مش دول مش عشان مطلوب في تارجت معينه او عدد والبلد معين. نفسها ورئيس الجمهوريه كل الناس عينيها على المشروع، وتحالف الجامعات كلها بالظبط. قد ايه وقت يعني في عموما يعني غير الحدث كمان الخاص بامبارح، قد ايه وقت حضرتك بتتطوع بيه او بتتبرع بيه من وقتك ومن جهدك لعمل الخير؟ بصي احنا يعني هتكلم انا ممثل عن صناع الحياه، فالاول عاوز اقول ان سنه 2000 وعشان يبان الجهد، الصوره اللي امبارح اللي ظهرت دي صوره بتلخص سنين من 2012 ساعه ما بدانا في محو الاميه، كان في تقريبا بنتكلم في 20,000 متطوع شغال على الارض، كان حلمنا حلم الاستاد ان المتطوعين دول يكونوا موجودين في الاستاد بيفرحوا بتكريمهم وبيفرحوا بجهدهم. الصوره اللي شفناها امبارح هي بتمثل وبتلخص الموضوع ده. لما جينا حسبنا عدد ساعات التطوع
لقينا تقريبا ان يعني المتطوع لو بيبذل بس 6 ساعات في الاسبوع من وقته، فاحنا بنتكلم في ملايين الساعات اللي هي لما بنيجي نحولها لفلوس بنلاقي ان ده ليه قيمه عاليه جدا جدا ما تقدرش بحاجه. فاحنا عندنا المتطوعين، انا يعني عاوز اشكرهم جدا على الدقائق والساعات اللي بيقضوها. ممكن المتطوع يفضل لحد الساعه 12 واحدة بالليل موجود في بحث بيعمله او في توزيع كراتين او في توزيع مساعدات غذائيه، وبيعمل ده بحب، يعني زي ما عادل قال بيعمله بحب. امبارح كان عندنا 10,000 متطوع جاي من صناع الحياه، جاي من كام محافظه؟ من 23 محافظه. المحافظات جاي من اسوان، من اسوان لحد اسكندريه، من الوادي الجديد، من مطروح. ايه اللي هيجبر حد ان هو يجي يحصل يعمل ده الا لو كان هو حابب ده، حاسس بالحب وحاسس بال. كمان امبارح جمله انا كمان مقتنعه بيها بشكل كبير قوي استاذه شروق، انه اللي بيعمل الخير او اللي بيتطوع بقى بوقته او بمجهوده او بفلوسه علشان يساعد حد هو اللي بيكون مبسوط اكتر. طبعا. يعني انتوا اللي بتتبسطوا اكيد اكتر، لانه كمان نظره سعاده في عين حد بتساعديه ايا كان نوع المساعده بقى، غذائيه ماديه حتى لو معنويه، بيفرق معاكم كتير. بصي، بسم الله الرحمن الرحيم، انا طبعا مبسوطه ان انا مع حضرتك النهارده. انا كمان. يوم 5/12 اللي فات انا كنت بحتفل ب 25 سنه من عمري تطوع. ما شاء الله. بصي، احنا بنساعد الناس، احنا مش بنساعدهم هم، احنا بنساعد نفسنا. مظبوط. في زمن تاني بعمل لنفسي حصاله فيها خير كتير انا هحتاجه في العالم الاخر، في الدنيا وحياتك. والله يعني بجد ماشيه بمبدا ساعد تتساعد، والنهارده عندي وبكره عندك. صحيح. ال 25 سنه اللي مروا في حياتي في التطوع ده كنت بلاقي اثرهم، يعني بصي بعد مثلا دقيقه بعد ثانيه ممكن ربنا بينقذني من حاجه، و اسره بتجيب اسره ومساعده بتجيب مساعده. بتشتغلي؟ بشتغل. وبتلاقي بتحبي تشتغلي ايه؟ عندي عمل خاص كده. عمل خاص. وبتعرفي توفقي ما بين الوقت ده؟ لان ما شاء الله كنت الاول فتره طويله. كنت الاول بشتغل في مكتب محاماه. يعني بشتغل من 8 الصبح لغايه الساعه 4، وكان برضو ببقى متطوعه في الوقت ده، بس على حسب اللي انا بشتغل فينفع اتطوع. انا بادئه تطوع من وانا في ثالثه اعدادي ما شاء الله، وكنت بنزل مع جمعية رسالة. أنا ممتنة ليه عشان دي أول حاجة أنا نزلت فعلا فيها تطوع. كان عندنا اللي هو موضوع الملابس والحاجات دي. انتوا كنتوا ناشطين قوي انتوا في القصة. أنا أساسا لا، أنا أقصد أنه من أول ما تعرفت الرسالة دي كانت أكتر حاجة الملابس. فكرة تدوير الملابس. أنا كل الشباب اللي كانوا بيجوا كلهم شباب صغير. احنا واخدينها من جمعية رسالة، بس دي حاجة خاصة بينا احنا وزمان، اسمها دايرة بتدور. كل من عنده حاجة مش محتاجة غيره بيحتاجها بالظبط يستفيد بيه، فاحنا واخدينها منهم. اتفضل. أنا من قرية أساسا، وعلشان أنزل أتطوع كنت لازم أروح المدينة اللي هي الام اللي هي محافظه دمياط. انا من قريه اسمها قريه كفر سعد البلد، فكنت باخد مشوار طويل وبدفع فلوس كتير علشان اروح، بس كنت ببقى مبسوطه لاني كنت بلاقي مردود للحاجه اللي انا بعملها. مساعده الناس، بتبص كده في عينيهم بتلاقي سعاده بتنزل جوه القلب ترويه. القلب الميت لازم يصحى بعد المساعده دي. فكنت بحاول اجتهد واجتهد، وكل ما كنت بكبر كنت بتعلم حاجة جديدة أقدر أساعد بها الناس. ممكن وقت من الأوقات بنجمع ملابس سواء جديدة أو مستعملة، وفكرة الملابس المستعملة كانت في وقت من الأوقات بتبقى حاجة كويسة. افتح دولابك طلع حاجة ممكن أنت جبتها وملبستهاش الله مرة واحدة أو ملبستهاش خالص، بس هي بالنسبة لك مستعملة. ونودها في مكان بتتفرز وتتغسل وتتعقم وتتنظف، وبنكيسها، وممكن كمان نحط في جيبها فلوس او قطعه شوكولاته اول ما طفل يفتح ياخد بنطلون او جاكيت يلاقي حاجه حلوه ليه. يعني ويحس ان هي جايه له. الفكره فكره انه مش بنقدم مساعده وخلاص، لا احنا لازم نقدمها بشكل لائق. احسان. احسان. فكره الاحسان دي، ودي عشان المتطوعين بيقدروا يعملوها بشكل كبير. اي تطور في عندنا في رساله بيبقى جاي من المتطوعين. فكره الملابس دي ده متطوع صاحب الفكره فيها. فكره اول سقف عملناه الاسره ده كان متطوع هو صاحب الفكره. فكره اول محو اميه متطوع. فكره صحوه اللي حد يهتم بالمدمنين في مصر دي فكره متطوع. طيب لو حد بيتفرج علينا
وشاف امبارح المنظر وقال عايز شاب بقى صغير يعني حضرتك من ثالثه اعدادي، فاحنا عندنا اطفال، احنا حتى شفنا امبارح اطفال بتشارك. احنا عندنا في تغذيه التلاميذ، احنا عندنا كل سنه بنعمل حاجه للتلاميذ، انت تقدر تشتغل النهارده مكان دوت، فبيساعدوا بعضهم الاولاد ان يطلعوا بحاجه حلوه. عندنا انت تتفرجي على تغذيه التلاميذ، احنا انا معايا مدرستين تبع بنك الطعام. تغذيه التلاميذ دي متعه ثانيه خالص، انت بتزرعي الخير وبتزرعي الحاجه الحلوه في العيل من صغره، ان انت كده بتتعلم تساعد تدي أهم حاجة. ما تاخدش انت دلوقتي انا بنزل لك مثلا الوجبه على طبقك، لا انت ما تاخدش، ادي اللي بعدك، فتعود ان يدي اللي قدامك مشاركه، فبقت مشاركه. فبقى عندنا دلوقتي بدل ما كنت مثلا انا بقالي 13 سنه شغاله في المشروع دوت، بدل ما كنت بشتغل مثلا انا اللي بروح اوصل، دلوقتي لا نيجي يقفوا جنبي، فخد ودي دوت وصل ده وصل، فبقى في روح التعاون. نفس الشيء في صناع الحياه برضو بيجي لكم ناس كتير عايزه تدخل. احنا بنبدا من 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 الطفل صغير في المدرسه من مشروع قدوه. امبارح كانت سهيله هي اللي بتمثل صناع الحياه في الكلمه قدام البنوته الصغيره اللي هي يعني ما بقتش صغيره بقى، بس هي يعني تقريبا حضرتك بتتكلم اللي كانت على المسرح، مش اللي كانت الرئيس علق عليهم، كانوا كانت رساله في اسيوط لكن سهيله اصلا هي من 10 سنين كانت طالبه في مدرسه، احنا دخلنا لها كنا بنتكلم معاها عن صناع الحياه، عن التطوع، عن عمل الخير. كبرت سهيلة شوية بقت متطوعة معنا شوية، بقت وهكذا لحد ما بقت رئيس مجلس إدارة متطوعين صناع الحياة مصر، بتمثل أكتر من 20,000 متطوع على مستوى حياة كريمة. أنتوا كمان يعني الباب مفتوح لكل الناس إن هي ممكن تدخل تشارك في كل المحافظات. مؤسسة حياة كريمة فتح الباب على مستوى الجمهورية لكل المتطوعين، ومش بنلزمهم بوقت معين. حضرتك لو حابب تتطوع لو ساعة بس واحدة في الأسبوع، المؤسسة بترحب بيك. أنا بحب الشغل الميداني، فبنزل مثلا بتابع المشاريع، الصرف الصحي عندنا، المية، الألياف الضوئية. في مثلا متطوع بنوتة مثلا مش بتحب تخرج، فنقول لها طب أنت مثلا في اللي هي الاستمارة بتاعت التطوع فيها بارتيشنات كده، أنا كمتطوعة بختار الحاجة اللي أنا حباها. عاوز تشتغل في السوشيال ميديا، عاوز تشتغل عمل ميداني، ممكن تتطوع وهي قاعده في البيت. احنا عندنا في المؤسسه برنامج اسمه صندوق الحمايه الاجتماعيه، بنقدم فيه برضو مساعده بالمواد الغذائيه، فبيتعمل بقى شيت اكسل للاسره، ايه متزوجه ارمله، عدد افراد البيت كام، الحاله الاجتماعيه بتاعتهم عامله ايه. طب بالتقريب ممكن تبقى مثلا محتاجه مساعده كام، لانه طبعا هي بتختلف من اسره لاسره، والمعلومات مهمه جدا. في اسره ممكن تكفيها مثلا كرتونه ب 500 جنيه، في اسره الكرتونه ب 500 تكفيها طول السنه. فاحنا في المؤسسه بنحاول نوصل المساعده على قد الاسره محتاجاها. يا رب دايما متجمعين في الخير، ويا رب دايما كتف في كتف طالما بنشتغل في الخير. وخلاص بقى رمضان يعني طول الموسم، ده الموسم بتاع الشهر الجاي ده اهم شهر، يعني المفروض الناس تعمل خير طول السنه، بس ده اهم شهر كلنا. حضرتك تنورينا، تيجي تلعبي معانا طبعا. يا سلام، كل فروع السنه مفتوحه، اي وقت تنورينا اي وقت. احنا هنبدا تعبئه من يوم الخميس الجاي في كل فروعنا لحد يوم 27 رمضان، كل يوم الاف الشنط في التسع فروع بتوعنا. معاكم ان شاء الله. بشكركم طبعا شكرا جزيلا الاستاذ عادل عبد الفتاح من رساله، الاستاذه مروه صلاح زكي بنك الطعام، المهندس عبد الرحمن حبت صناع الحياه، وبشكر كمان الاستاذ شروق ابو ريا من حياه كريمه. شكرا جزيلا، شكرا لكم، كل سنه وحضراتكم طيبه. شكرا والسلامه.